احتفل الملايين في العالم بالعام الميلادي الجديد 2018 في عدة عواصم عالمية، وكانت جزر ساموا أولى المناطق التي تحتفل بالحدث. أما آخر المناطق التي ستستقبل العام الجديد فهي جزر تابعة للولايات الأمريكية لكنها غير مأهولة. أبهرت احتفالات مدينة دبي بالعام الجديد 2018 العالم بعروض ضوئية على أنغام الموسيقى أمام برج خليفة، عوضا عن عرض الألعاب النارية، حيث احتشد عشرات الآلاف على مقربة من أطول مبنى في العالم للاستمتاع بالعرض. وحسب تقديرات شرطة دبي فإن نحو 1.5 مليون شخص من المفترض أن يكونوا قد شاهدوا احتفالات المدينة بحلول العام الميلادي الجديد. وكانت نيوزيلندا أول دولة في العالم تحتفل باستقبال العام الجديد، وتزينت سماء مدينة أوكلاند بالألعاب النارية، كما شهدت الواجهة البحرية للمدينة احتفالات وعروضا متنوعة. كما احتفلت العاصمة الروسية موسكو بالعام الجديد حيث أضاءت الألعاب النارية سماء المدينة. وفي الصين شهدت البلاد ألعابا نارية ضخمة وحفلات غنائية حضرها الآلاف، إضافة إلى احتفالات ضخمة في تايوان حيث أشعلت الألعاب النارية بطريقة خاصة. كما وقصد مئات الألوف ميدان تايمز سكوير الشهير بمدينة نيويورك الأمريكية لمشاهدة كرة ليلة رأس السنة الضخمة وهي تسقط شيئا فشيئا حتى منتصف الليل، دون أن يلقوا بالا للبرد القارس ولا بإجراءات أمنية لم يسبق لها مثيل.